حبيبي بابا حمودي، شنو عندك اليوم؟ شنو جايب هاي الورقة؟ صديقي طاك يا صديقك جايب رسالة؟ صديقك بالمدرسة. هاك مش الموبايل منه، تعال يلا أرد أشوف صديقك داز رسالة. شو يقول لي بيها؟ رسالة إلى الوالي. طلع نصفك رسالة. محمد رياض خلف، هاي خطه هو. أنا أحبك عليك جايخت. إيه كي لا أظل عابسا، أنا أكتبك في سجل أصدقائي وأصحابي، وأنت شاطر وعاقل وهادئ عليك أنت، وأنت أجمل شخصية عاملة، أنت عسل، أنت وأبيك شخصية كاملة. هلا خاله يا عمي، يا عمو عبد الله. هلا عبد الله الورده وعلى رماش. عبد الله، عبد الله شريف، عبد الله شريف، وشخصيه كامله وقوه الدمل. رماش عبد الله شريف، شريف صديق ابني بالمدرسه ويا مدرسه تقدميه. هسه بعد شو يقول؟ انت الاب والمدرسه، علمي انت صاحبي ابو الغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل الكلمة الطيبة صدقة. هو كاتب لنا كلمة طيبة صدقة. أنا أصيل وأنت أبوك الذي بالقاعة الكاملة، أحبك أصيل يا حبيب عمري. محمد رياض ورماش يا حبيبي، قل لأبوك خلي يسوي لي رماش وينزل على اليوتيوب، خليه ينزله على اليوتيوب وراسم دويره وبيها سهومه. هاي خاب سحر؟ لا هاي يوتيوب. هاي اليوتيوب هيك خريطه؟ هاي علامه اليوتيوب؟ خوش زين. هاي الخريطه صفاء العقال، صدق الله العلي العظيم. الشخصيه والنصيحه والشكر والجزيل ابو علي الصريفي، القوه المفرطه دبر رماش. عبد الله شريف، لا هو كاتب عبد الله يقراها ابوك وينزلها على اليوتيوب. تدلل حبيبي عبد الله هذا الفيديو ان شاء الله ننزله، وتحيه لك وكل اصدقاء ابني حمودي بالمدرسه التقدميه. رماش زين، هو هم طول من هاي الشهاده التقديريه؟ لا قطيه. انت حاول يعني الشجعه وحاول تدرس وياه، والكاميرا منها انقلبت منها. واحلى رماش العبد الله ابن الزعفرانية، صديق ابني حمودي، منور مضوي. واحلى رماش بعالي ناصي، حار وبارد العبد الله. العبد الله يدلل ما دام وصاك وداز رسالة الى الوالي. وصلت الرسالة حبيبي، وهذا الفيديو على اليوتيوب الك. تدلل حبيبي عبد الله واحلى رماش.